أشادت معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زين الرئيسة مجلس النواب بالتعاون الفاعل مع الحكومة الموقرة والتجاوب مع مطالبات السادة النواب بشأن تخفيف الأعباء عن المواطنين في مواجهة تداعيات فيروس كورونا كوفيد 19، معربة معاليها عن بالغ الشكر وعظيم الامتنان للتوجيهات السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وبحرصه واهتمامه لرعاية مصالح المواطنين ودعم وتوفير الاحتياجات اللازمة لهم، وهو الأمر الكريم الذي اعتاده المواطنون من الملك المفدى حفظه الله ورعاه. أضافت معاليها أن قرار مجلس الوزراء في جلسته اليوم الاثنين بقيام الحكومة الموقرة بتسديد فواتير الكهرباء والماء ورسوم البلدية عن المنزل الأول لكل مواطن للأشهر الثلاثة القادمة، وتوجيه مصرف البحرين المركزي لحث المصارف لمراعاة المواطنين المتضررين من الجائحة بما لا يؤثر على السيولة والملاءة المالية، وهي توجهات حكيمة تنظر لمصلحة الوطن والمواطنين وتضاف إلى جهود الدولة في تخفيف الأعباء عن المواطنين خلال جائحة كورونا والمبادرات العديدة في هذا الخصوص، مشيدة معاليها بما يشهده مجلس النواب من اهتمام وتعاون وتجاوب من الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله، ودعم ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.